طيب نعمل بقى تشيك للشير، هل القاعدة بتاعتي دي آمنة ضد الشير أو القص اللي ممكن يحدث نتيجة الحمل بتاع العمود، ولا هل هي آمنة؟ طبعا احنا عارفين ان حمل العمود بيتوزع على القاعدة بزاوية او زاوية 45 او بميل واحد لواحد. في الحالة دي بتكون البي زائد 2 دي مضروبة في الـ A زائد 2 دي في منتصف القاعدة، بيكون عليها أقل إجهاد أس. طيب تمام، تعالوا نشوف الكلام ده. أدي الحمل متوزع زي ما قلنا واحد لواحد أو عند زاوية 45. تمام، يبقى أنا عندي كريتيكال سيكشن اللي هو موجود عندي ما بين وش العمود وما بين اخر القاعده او نهايه القاعده اللي موجوده عندي اللي هو عند نهايه الدي. يبقى الوش العمود لحد نهايه توزيع الحمل بتاع العمود ده بنسميه الدي. الخط الوهمي اللي قدامنا ده اللي هو المفروض هنا لا يقابله رد فعل اجهاد جاي من فوق على رد فعل التربه، هنا ده الجزء ده هو ده القطاع الحرج من اول نقطه لحد نهايه القاعده اللي هي ال ال دي المفروض بتتعرض لاقصى شير ستريس نتيجه الاف اكتشوال بتاع التربه، لان انا مفيش عندي هنا حمض جاي عندي من فوق مكافئ ليه او يعمل توازن معاه، وبالتالي بيحصل عندي هنا قص، هيحصل عندي قص عند الجزء ده اللي هو الجزء في المنتصف تقريبا المسافه ما بين وش العمود ونهاية القاعدة أو اللي هو الجزء بتاع ال ال. المفروض أنا بعمل تشيك أمان ضد الشير، المفروض اللي أنا هحسبه الشير ستريس اللي هيطلع عندي الأكتوال المفروض يبقى أقل من الألاوبة شير ستريس للخرسانة اللي هنشوفها دلوقتي واتكلمنا عنها من شوية. طيب أنا عندي هنا المفروض ده ال ال، احنا قلنا في عندنا اتجاهين في 1 في الاي وفي 2 اي. هنا ده ال ال زي ما قلنا الجزء اللي بعد الدي، الجزء من وش العمود لنهايه القاعده قلنا ده بالزد، من وش العمود للقطاع الحرج بنسميه الدي، وبعد كده عندنا القطاع الحرج لحد نهايه القاعده بنسميه ال ال 2 بيساوي زد 2 ناقص الدي. ال ال 2 ده اللي هو ما بعد الكريتيكال سيكشن بيساوي الزد 2 ناقص الدي. وهنا الزد 1 اقل طبعا من الزد 2 لان ال ال 1 اقل من ال 2 نتيجه لان الاي اقل من الايه من البي. هنا برضو بحسب الشير فورس كيو كابيتال، بجيب الاف اكشوال وبضربها في الـ في ال اللي في البي اللي هي الاريا اللي يحصل عليها الايه اللي يحصل عليها الشير. بعد كده بجيب عندي الشير ستريس، بجيب الشير الشير فورس على الدي البي في الدي اللي هو خلاص احنا دفعنا المسافه دي اللي من وش العمود لحد قطاع الحرج دي، وبالتالي السمك بتاع القاعده في الحاله دي بيساوي دي برضو. طيب انا عندي الكيو التيميت اللي هو الشير ستريس، الشير ستريس بقى عندي هنا بيساوي الشير لود مضروب في 10 اس 3 اس 3 مقسومه على البي ار سي في الدي. انا عندي هنا البي اللي هو المفروض العرض والدي اللي المفروض ان هو السمك اللي هو الاريا اللي هيأثر عليها الشير ستريس. برضه هنا بشوف الشير سترينث بالالاوب شير سترينث بتاع الخرسانه المسلحه، قلنا 6% 16% مضروبه في جذر الاف اس يو على غاما سي نيوتن طبعا على الملي. وبعد كده بشوف لو انا عندي الكيو التيميت الكيو سوري الشير ستريس الشير ستريس الاكتوال اقل من الالاوب شير ستريس يبقى انا عندي الوضع هنا سيف. لو انا عندي هنا الشير ستريس اكتوال هنا اكبر من الالاوب شير ستريس في الحاله دي ببقى انا انسيف. لو انا انسيف في الحاله دي لازم ازود التي وازود الدي وببدا ان انا لحد ما اوصل بعمل ريكالكوليشن تاني لحد ما اوصل ايه ان الاكتوال ستريس لازم يكون اقل من
الارنب والشير، شير ستريس او شير سترينز للخرسانه. هنا برضو لو بصينا على ال L2 هتساوي زد 2 ناقص D، وعندي هنا الشير سترين الشير فورس بيساوي الاف اكت مضروبه في ال L2 مضروبه في البي ار سي. هنا طبعا زي ما احنا عارفين الشير ستريس قلنا بيساوي الشير فورس، وقلناها ان هي بتساوي البي في الدي، وقلنا البي اللي هي عرض الاساس الار سي، والبي اللي هي المفروض السمك الدي سوري اللي هي المفروض السمك. طيب نعمل بقى تشيك للشير، هل القاعده بتاعتي دي امنه ضد الشير او القص اللي ممكن يحدث نتيجه الحمل بتاع العمود، ولا هل هي امنه؟ طبعا احنا عارفين ان حمل العمود بيتوزع على القاعده بزاويه او زاويه 45 او بميل واحد لواحد. في الحاله دي بتكون البي زائد 2 دي مضروبه في الـ A زائد 2 دي في منتصف القاعدة، بيكون عليها أقل جهد S. طيب تمام، طيب احنا بنجيب برضو هنا الـ Punching Force بنفس الطريقة، بنجيب هنا الـ Punching Ultimate Load بطرحه هنا من الـ F Act مضروب هنا في الـ E زائد الـ D مضروب في الـ B زائد الـ D اللي هما البعدين دول يعني. في الحالة دي بعد كده بحسب الـ Bunching Shear Area، بجيب عندي الـ Bunching Shear Area اللي هي الـ EB مضروبة في 2 AD زائد 2 BD مضروبة في D طبقا للـ A الرسم اللي موجود عندي اللي هو المسافات الـ AD والـ BD اللي هم القطاع الحرج أو القطاع اللي بيحصل عندي الـ Bunching. بحسب الـ Actual Bunching Shear Stress، بطلعه بقسم الـ Bunching Force على الـ Bunching Area بيديلي الـ Bunching Shear Stress. طيب أنا عندي بحسب الـ Allowable Bunching Shear Stress بالنسبة للخرسانة اللي هو بيساوي 316 في نص في A على الـ B في جذر الـ FCU اللي هو جهد الخرسانة أو أقصى اللي هو مقاومة جهاد الضغط أو جهاد الأس الكسر على غاما سي اللي هو اليونت ويت بتاع الخرسانة. عندي هنا ببدأ أقارن بعد كده البانشينج شير ستريس الأكتوال اللي هو نتيجة الكالكوليشن، لو هو أقل من الألوابل يبقى أنا سيف، لو هو أكبر من الألوابل يبقى عندي أن سيف، وببدأ أعمل ريكالكوليشن مرة تانية. بالنسبة للريينفورسمنت للفوتنج أنا في عندي، أنا جبت السي قلنا السي من 3.5 ل 5، من السي بقدر أطلع من الكود الجي المقابلة ليها، يبقى أنا بجيب الأريا أوف ستيل هجيب الإم المومنت أكتوال مقسوم على الجي ومضروبة في الإف واي اللي هو اليلدنج سترينث للحديد مضروبة في الدي، وبعد كده بجيب الأريا أوف ستيل مينيمم أنا المفروض عندي بيبقى 1.5 مضروبة في الدي بالملي، أو إنها 5 فاي 12 يعني 5 أسياخ فاي 12 لكل متر. طبعا الحسبة بتاعتي لو أنا حسبت الأريا أوف ستيل وطلع عندي أكبر من الأريا أوف ستيل مينيمم خلاص يبقى أنا تمام، لو طلع عندي أكبر سوري أكبر من الأريا أوف ستيل يبقى أنا أوكي، لو طلع عندي أقل من الأريا أوف ستيل في الحالة دي باخد الأريا أوف ستيل أز مينيمم أريا أوف ستيل. ده شكل بيوريني بعض الديتيلز للتسليح بالنسبة للقواعد المنفصلة. المرة الجاية إن شاء الله ناخد إكزامبل ونحاول نشرح منه ونوضح منه بعض الحاجات إن شاء الله.